دور الست في البيت، اه يعني قد ايه دور الست مهم جدا. احنا يعني مش هنحط الحمل كله عليها صحيح، بس قد ايه دورها مهم ان البيت يستقر وما يكونش فيه الوقعات اللي احنا بنشوفها ويمكن كترت قوي الفترة الأخيرة. رأي حضرتك ايه؟ بص برضو النهاردة الكلام كله ملغم كويس وانا يعني برضو اقول كلام ارجو انه يكون خفيف على الاحباء المشاهدين، بس يعني الواحد عنده خبرة في الحياة وهذا ما وصلني من الحياة. البيت لو طرف من الاثنين مش مظبوط، هفترض الراجل مش مظبوط بس الست كويسة، البيت يستمر، لأن الست عندها قدرة كبيرة جدا على أنها تستوعب. يعني هي رمانة الميزان في البيت، الراجل العمود بس هي رمانة الميزان في البيت. فلو الراجل وحش مش كويس بس الست كويسة تقية، هتعرف تمشي البيت. لكن لو عكسنا الموضوع، الراجل كويس وحلو والست مع احترامي ليكم والمشاهدات مش كويسة، البيت صعب يثبت، صعب جدا خالص. وده الحقيقة أنا بوري قدرات المرأة قد إيه مهمة وعظيمة، وإن هي ممكن تكون سند البيت لأنه عندها قدرات معينة ربنا حطها فيها. يعني ممكن الست مثلا تقعد مع 5 ولاد تعرف تمشي الأمور. الراجل ممكن مع طفل واحد بعد شوي يزهج، خلاص كفاية كده أنا مش قادر، دي قدرات صحيح. فالحتة دي مهمة جدا بالمناسبة، إنه ياريت الأخوات يخلوا بالهم إن هم عندهم نعمة من ربنا مدها لهم، عندهم مقدرة في استيعاب اللي بيحصل في البيت. معلش أنا عشان كده قلت الراجل كلمة ممكن تهديه، ممكن زعلان وغضبان كلمة حلوة ممكن تنزله تخليه يهدى، وده دور مهم بالنسبة للزوجة في البيت. لو عرفت تعمل كده هتكسب البيت صحيح، وتكسب زوجة وتكسب الأولاد، ومش صعب. ولو هي عملت كده مرة واثنين وثلاثة وأربعة الموضوع مش هيستمر، ما هو برضو بيفكر وبرضو بيشوف قد ايه هي تنازلت مرات كتيرة، يبقى انا اخلي بالي هيجي وقت وهيجي وقت. لكن لما يكون في ناس عايزة غاوية مشاكل ده موضوع تاني خالص. بس انا عايز اركز على الحتة دي، البيت لو الست جدعة وعارفة تمشي البيت صح حتى لو الراجل وحش، مع احترامي لكل الرجال، البيت هيمشي وهو هيرجع. لكن العكس صعب، البيت يثبت، صعب جدا. بس بنصلي بقى ان ربنا يسندها في وسط يعني انها تستمر مثلا بالقوة دي لحد ما الراجل يرجع، لانه برضو ده بيبقى لود وضغط عليها. هل ينفع احكي حتة صغيرة كده؟ يا ريت. فضل. طبعا يعني الواقع ده يعني مهم. في اخ كان بيرجع من الشغل وبيقعد في الصالة هو واخوه بيحششوا مع بعض، شربوا حشيش، مش اسمه حشيش؟ بيحششوا مع بعض، وهي مركونة يا إما في أوضة النوم يا إما المطبخ، أصل البيت مش كبير. وبعدين جي هي قعدت في الوقت ده هي بتصلي بقى جوا سنتين ثلاثة. وبعدين بتروح الكنيسة، فقالت للخدام هناك يا ريت تفتقدوا زوجي يعني. فجوا في مرة في الأمسية وهم قاعدين بيشربوا حشيش، جو خبطوا الباب 2 خدام. فطلع صاحب البيت بيقول لهم ايه؟ قالوا له احنا خدام من الكنيسه الفلانيه، بندعوك انك تيجي الاجتماع يعني. قال له انت مين قال لك اصلا تيجي وانا عايز اجتماعي؟ انت تمشي تاني البيت ده ما تعتبوش يعني. واو. فهو بيتكلم كده اخوه سمع وجي وقفوا الاثنين في الباب. قالوا لهم لا انتوا احنا مش عايزين نيجي كنيسه، واحنا الكنيسه عارفين لو عايزين نيجي كنا جينا. فراح واحد من الخدام وطى بس دم واخذ جزمه الراجل صاحب البيت، قال له لو سمحت تعال بس الاجتماع. Yeah. فالراجل اتخض.
قال له استنى 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 ايه ده انت بتعمل كده ليه؟ عشان اجي الاجتماع، انا جاي الاجتماع. راحوا الاجتماع، قعدوا في اخر الكنيسه والخدمه شغاله، هما بيبكوا مش عارفين بيبكوا ليه. لكن حصل انه روح ربنا بكتهم. وبعد كده تابوا وتعادلت حياتهم وبقوا خدام كمان في الكنيسه. مين البطل هنا؟ الست. الست اللي قعدت تحتمل وتصلي وتبكي قدام ربنا. ده اللي انا بقصده. صحيح. احنا ما بنتكلم كلام مثالي، لانه احنا الهنا حي والهنا بيغير، ودي روعه المسيحيه انه الاله بيغير القلب وبيدي حياه جديده. فالبيت ارجع اقول تاني، طالما الست هي يعني قويه تقيه كويسه، حتى لو الراجل وحش البيت بيستمر.